تعنى بالجانب الإنساني بشكل كبير وتعنى ببناء الإنسان، ولذلك تتشرف اليوم باحتضان هذا الحفل الذي يزوج فيه 40 عريس في الداخل السوري، والذي قامت عليه جمعية فلسطيني سوريا في الداخل، حيث قامت جمعية عطاء باحتضان هذا الأمر وتقديم كافة التسهيلات وما تستطيع لإنجاح هذا العمل، والحمد لله رب العالمين. فباسمي واسم إخواني الأعراس أشكر كل من حضر وشارك في هذا العرس المبارك الجماعي المبارك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم ودعم من الهيئات والجمعيات، وأخص بالذكر هيئة فلسطيني سوريا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم ويسدد خطانا وخطاهم ويرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خيرا.